ايه رأيك في برطمان الزيتون اللي احنا خليناه؟ شكله تحفة، شكله حكاية. ودي ده الزيتون اللي انا كنت مخليناه من السنة اللي فاتت، زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله عليه زي الفل. ده بتاع السنة اللي فاتت لسه قاعد لغاية دلوقتي. الفلفلاية شوفيها، بص الفلفلاية عاملة ازاي. الفلفلاية بص دي كانت جميلة اوي، الفلفلاية الصغننة دي، والفلفل التاني برضو هوريكي عامل ازاي. بصي سليمة سليمة، وتاكليها ناشفة زي ما المرارة دي ما تقلقيش منها، لان انت هتسيبيه فترة كده كده هيروح منه المرارة، لكن اللي هياكله بعد شهر قريب يعني، ولا بعد 15 يعني، بعد فترة قريبة قوي ممكن ينقعه عشان المرارة، لكن احنا المرارة بتروح معانا مع الملح والسكر، بتروح المرارة. بس انا بسيبه مدة يعني، على رمضان ان شاء الله افتحه بيبقى زي الفل، وقعد معايا لغايه اهو بعد رمضان بقد ايه، سنه كامله 12 شهر، بقى الف هنا والشفا. الزيتون اللي لسه متخلل اهو، البطرمان بتاعي اهو، بالف هنا والشفا، وباي باي، وان شاء الله تدوقوه ويعجبكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا اهلا بيكم حبايبي متابعيني ومشاهديني الكرام، يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. اهلا بيكم النهارده ان شاء الله، موسم الزيتون بدأ، وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده هنعمل مع بعض الزيتون بطريقه سهله وجميله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وفي نص ساعه هتكوني عاملاه. لا هقول لك انقعي ولا هقول لك اعملي اي حاجه، ان شاء الله بطريقه سهله كده، وهتشوفوها معايا ونجربينها، وانا هوريكم معايا الزيتون بتاع السنه اللي فاتت. الزيتون كده سنه بالظبط 12 شهر من السنه اللي فاتت. بصوا الزيتونه مستويه وماسكه نفسها، ولا مهريه ولا اي حاجه، زي الفل. ادي الزيتونه بتاعتي دي من السنه اللي فاتت، بصوا جامده وماسكه نفسها ازاي، مستويه وزي الفل، ولا مهريه ولا اي حاجه، وطعمها ولا مرار ولا جنس حاجه، زي الفل، هتعجبكم قوي. خليت لكم شويه كده عشان اصوره لكم واوريه لكم، لكن الليمون المعصفر كان خلص فما لحقتش اصوره، بس باذن الله اوريه لكم، هتشوفوا الطريقه بتاعتي سهله وجميله وبعمل بيها طول عمري وزي الفل. شوفوا بقى معايا كده، هقول لكم مقاديرنا، مقادير الليمون الزيتون المخلل. انت بتجيبي الزيتون اللي زي ده كده تفاحي، بس هو ايه يعني، عارفه ده اللي انا عامله منه السنه اللي فاتت، زي الفل، مش هننقعه ولا اي حاجه. انا بس مش طالبه منك غير ان انت تمسكي السكينه تدخليها مره واحده كده، ولا تلفيها ولا اي حاجه، مره واحده زي ما انت شايفه كده، هي شقه حته صغيره كده. انا هعمله كله دلوقتي واوريه لكم، هي شقه كده بس، شقه واحده بس، تفتحيها كده بالسكينه وتسيبيها، ولا هقول لك دوقيها ولا اعمليها، هي فتحه صغننه. دول كيلو ونص زيتون هعمله معاكم، وان شاء الله تجربوه، وطريقه سهله وجميله وبسيطه، لا هننقع بقى 3 ايام ولا يوم ولا اي حاجه. انا هخلله زي ما عملت الليمون كده في نفس الميه بتاعته، وطعمه كان خرافه والله، ونفس الحكايه برضو الزيتون، ولا هنقع ولا هعمل اي حاجه، وهيطلع زي ما انتم شايفين والله، باكلها ما فيها مراره ولا اي حاجه، طعمها تحفه ماسكه نفسها وجميله. بمكون هقول لك عليه في اخر الفيديو، معلقه واحده تحطيها تخلي لك الزيتون زي ما هو، ولا ينهري ولا اي حاجه. اهم حاجه الملح تحطيه مظبوط، ما تقلليش الملح، وما تحطيش الزيتون في مكان حر، مكان حر بيهري الزيتون، تحطيه على قد ما تقدري في مكان يكون بارد شويه كده، ما يكونش حر يعني، المطبخ ما ينفعش يستوي منك بسرعه وينهري. هتحطي ملح كتير عشان الزيتون يتخلل كويس، لان لو حطيتي ملح قليل الزيتون بينهري، الحاجات دي لازم تخلي بالك منها. وبعدين معانا كرفس زي ما انت شايفه، كرفس وجزر مبشور، كرفس وجزر مبشور، وليمون انا بعصره، باخد الميه بحطها عليه، والقشر بتاع الليمون بحطها في وش فوق البطرمان من فوق، عشان يمنع اي حاجه ايه، يبقى محافظ على الزيتون. القشر بتاعه بحطه على الوش، وبحط معاه كوبايه زيت بتحفظ الزيتون. والله الزيتون اهو قاعد سنه بالظبط زي الفل، اكني لسه مخليلاه امبارح. ومعايا فلفل حامي زي ما انت شايفه، في فلفل تاني كده مستورد اللي هو الصغير ده، ممكن تحطيه. ومعايا
مع هنا 8 معالق، دول 8 معالق. هو انا هحط رتل على البطرمان، البطرمان اللي معايا صغير زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك هياخد كيلو ونص الزيتون ومعاه ربع كيلو فلفل، هو ده اللي هياخده معايا بقى الخلطة بتاعته. فهو يا دوبك كده بياخد 2 كيلو زيتون، هو البطرمان الصغير ده. انا ما بقتش اخلي الكتير قوي زي الاول عشان الضغط والكلام ده. معايا 3 ورقات راولو، معايا حبة البركة، معايا هنا 8 معالق ملح، ملح خشن زي ده حطي، ملح ناعم حطي، بس انا دايما بخزن بالملح الخشن ده، بيحافظ اكتر كمان من الملح، من الملح الناعم. معلقة كركم، المعلقة السر اللي بقولك ديت، دي اللي بتحافظ على مخلي الخيار اي حاجة بتحافظ عليه. معلقة السكر دي حطي لي معلقة كبيرة، مش معلقة صغيرة، معلقة كبيرة سكر، دي تحافظ لك على الزيتون يقعد يقرش كده لاخر واحدة، مش هيبقى مهري ولا اي حاجة خالص ولا يتهري منك. معلقة الزيتون دي، ونسمي الله قبل اي شيء، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مقاديرنا كلها. انا هروح اقطع الزيتون ده وهعصر الليمون، وهجيب معايا معلقة هريسة الشطة عشان انا حط عليها توم فهحطها، وهحط 5 فصوص توم هقشرهم دلوقتي واجيبهم معايا. يبقى ناقصنا بس على الخلطة دي 5 فصوص توم وهريسة الشطة، والفلفل معايا اهو. بمسك الفلفل، انا مش بشق ولا اي حاجة، انا بقطع حتة بس من تحت كده وخلاص، وما بشيلش الراس بتاعته، بسيب الراس دي بتاعته دي لان بتحافظ معايا على الفلفلاية، خلي بالكم. ماشي، وده ان شاء الله هيبقى الزيتون بتاعي، وهجيلكوا دلوقتي بعد ما اخلص تقطيع الزيتون واعصر الليمون واجيب معايا هريسة الشطة واجيلكوا نعبيه في البطرمان. رجعت لكم بعد ما قطعت الليمون زي ما انا قلت لكم، وعصرت الليمون، قطعت الزيتون وعصرت الليمون. هحط بقى ايه الخلطة بتاعتي، هحطها قدامكم. هحط الجزر اهو، الجزر، بعد من الجزر هحط الكرفس، جزر وكرفس. بعد ما هحط الجزر والكرفس هحط الهريسة اللي هي بالثوم، هريسة بالثوم انا ببقى عاملاها وحاطه فيها الثوم برضو، دي للايه لما اكون هعمل اخلي الحاجة ولا هعمل حاجة بروح حاطه هريسة اهي. وهجيب برضو 5 فصوص ثوم وهحطهم برضو ايه معاها بقى. كده خلص، حطيت الهريسة والجزر المبشور والكرفس والهريسة، 3 مع بعض كده، واقلبهم مع بعض كويس كلهم يبقوا مع بعضهم واخدين كله ايه من نفس الخلطة. ادي خلطة الزيتون المخلل، وحط معاهم التوابل بتاعتي اللي هي كام ورقة لورو اهي، 3 4 ورقات لورو. بلاش احط ايه الخشبه دي، انا غسلهم ومنشفاهم قبلها، وتحطي كام ورقه اللورو. وهحط معاهم مع دولت هحط حبه البركه، هحط معاهم حبه البركه ومعلقه السكر ومعلقه البتاع ده الكركم، الكركم معلقه كده عشان تخلي لونه عامل زي الكهرمان كده، بيبقى لونه جميل. وكمان هي كمان الكركم مفيد، يعني مش حاجه مضره، يعني بنحطها معاهم اهو زي ما انا قلت لكم كده الخلطه بتاعتي. الملح بقى هجيبه على الميه زي ما انت شايفه كده، احط الملح بتاعي 8 معالق ملح، هحطهم على رتل ميه، 8 معالق ملح على رتل ميه زي ما بقول لك، المقدار ده مظبوط جدا وانا مجرباه من ايه من قبل كده، بدوبه معلش المعلقه مطرح الهريسه ومطرح الحاجات دي، ما فيهاش اي مشكله يعني، كله ايه الميه هتاخد من نفس الطعم بتاع كل الخلطه بتاعتي. هدوب الملح كده زي ما انت شايفه، لان الملح اللي معايا ده ملح اللي هو الصلب اللي هو اسمه ملح رشيدي، بنقول عليه زمان ملح رشيدي. قطعت الزيتون وخلصته، هقلب كده الملح زي ما انتوا شايفين، اقلبه كويس لان الملح ده لازم يتقلب كويس او كده، تفضلي تقلبي فيه لغايه ما الملح ايه يخلص. قلبت الملح خلاص اهو زي ما انتي شايفه، هحطه على جنب واجيب البطرمان معايا اللي انا هخلي فيه، تبقي غسلاه كويس قوي
وحاطه فيه معلقه خل ودهناه كله بالمعلقه الخل دي عشان تعقمه، مش معلقه الخل بتعمل حاجه في المخلل، لا دي عشان اعقم البطرمان. متى تجيبي ميه سخنه مغليه وتحطيها فيه وتدلقيها كده، يبقى انت عقمتي البطرمان، او على البخار نفسه وتحطيه تقلبيه على البخار وتخلي البخار يخش جواه يعقمه. هبدا بسم الله الرحمن الرحيم، هحط معايا شويه من الخلطه اللي انا عملتها دي، هحط شويه في البطرمان من تحت زي ما انت شايفه كده في قعر البطرمان، هحط حبه كده زي ما انت شايفه، وهحط كام واحده فلفل، مقاطع الفلفل كله من تحت زي ما انت مش شقاه، مقاطع حته من تحت زي ما انت شايفه كده، وهحط كام واحده معايا في البطرمان من تحت، وهحط بعد كده شويه زيتون. الزيتون انا شقيته زي ما قلت لك حته صغننه يا دوبك كده، مش عايزه شق كبير، يعني مش شق ياخد الزيتونه كلها، نص الزيتونه بس كده هي اللي هتنشق، ومش نقعاه ولا اي حاجه، ما نقعتوش في ميه 3 ايام زي ما انتم عارفين، انا ما نقعتوش ولا اي حاجه، هو ولا بيمرر ولا اي حاجه وبيبقى زي الفل. موضوع ان ينزل المراره كلها، هو بينزلها ومع الخلطه ديت الملح بيمتص المراره وبيبقى زي الفل. انا كده حطيت شويه زيتون، هحط برده شويه من الخلطه، انا ما بقلبوش من بره ولا حاجه، انا بحط كده زي ما انت شايفه، بحط شويه من الخلطه واحط شويه زيتون، شويه من الخلطه واحط شويه زيتون زي ما انت شايفه كده، هو ده تخليل الزيتون اللي انا وريته لكم، اديكوا شفتوا بعينيكوا الحاجه متخلله ازاي، متجربه ومتخلله ازاي. احط شويه فلفل معاها برضو، وهحط برضو شويه خلطه معايا زي ما انت شايفه كده، انا بحط حبه وحبه خلطه، يعني حبه زيتون وحبه خلطه، وفي نفس البطرمان هو بقى ايه، بحط الكام ورقه لور دول في الوسط كده، احط شويه زيتون تاني، بحط شويه خلطه وبخلي شويه خلطه للاخر على وش البطرمان بحطه، معلش اي حاجه تقع بقى مني اعذروني، انا كده كده بشيلها اول باول، بس تعذروني لو اي حاجه وقعت، لان بيبقى غصب عني البطرمان بيبقى مش واسع اول الدرجه. خدت معايا شويه من الخلطه اهو تاني، هحط شويه الزيتون اللي ايه اللي معايا اللي فاضلين، عشان انا خايفه للبطرمان، انا عايزه الزيتون اهم حاجه هو اللي ايه اللي يملى البطرمان كده. انا ايه الحمد لله زيتوني كفى الحمد لله، الطبق اهو فاضي اهو زي ما انت شايفه، اركنه على جنب واحاول ايه اكبسه زي ما انت شايفه كده، بلبسه اكبسه بايدي، اكبسه بايدي عشان انا عايزه ايه مكان احط فيه شويه الخلطه ده على الوش، ولسه عايزه احط ايه الميه كده، الليمون الزيتون الزيتون، هاخد شويه الباقيين، احط كام ورقه لور دول في النص كده، وبعدين هاخد شويه من الخلطه احطهم على الوش زي ما انت شايفه كده. ايه رايك بقى في الزيتون؟ تحفه والله، انا عملته ووريته لكم وهو معمول من السنه اللي فاتت، بقاله سنه بالظبط 12 شهر الزيتون قاعد زي ما هو معايا ما شاء الله. بصي شكل البطرمان يغري شكله ما شاء الله عليه. انا كده ايه خلصت البطرمان، هحط بقى معايا الاول، انا هحط كوبايه الليمون، اهم حاجه كوبايه الليمون اللي معصوره، انا عصراها بالعصاره على ايدي كده، مش ضربها في الخلاط ولا حاجه، عصراها عشان اخد القشره احطه على الوش. هحط كوبايه الليمون الاول في الاول خالص كده، عشان ايه لو احط ميه بعد كده زي ما انا عايزه مش مشكله، الميه تترمي لو زياده، لكن الليمون خساره. وبعدين بحط الميه اللي انا قلبتها في الملح زي ما انت شايفه كده، بصي يا دوبك بالظبط بالظبط كده، يعني فايض حبه صغيرين، باجي على الوش بقى زي ما انت شايفه، واروح حاطه
انا هنقص شويه ميه صغيره، يا اما هحط شويه زيت مش كتير بقى، لان هو كده يا دوبك البطرمان هيتقفل. شايفه انا بسد الوش بتاعه بقشر الليمون زي ما انت شايفه، ما سيبش نفس ان هو يتنفس يخش له اي بكتيريا ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه كده هشيل بس الليمونه دي كده كفايه قوي. وعندي على الوش هحط شويه زيت، شويه زيت كده على الوش كده. الزيتون ما شاء الله عليه مش عايز اي حاجه، احلى زيتون ان شاء الله هتاكله. معايا كيس نضيف من بتاع السندوتشات، بجيبه على الوش بحطه كده، بقفل بيه البطرمان بتاعي وهقفل بطرماني زي ما انت شايفه كده، واجيب لاي حاجه. بصوا انا قفلته، قفلت عليه يعني خلاص كده ما يتفتحش بقى قبل شهر شهرين، تقعدي سنه كامله قافلاه وتفتحي عليه هتلاقيه زي الفل، هتلاقيه زي الفل. قللوا بالف هنا والشفا، وما تنسوش ما تنسونيش في اللايكات، ما تنسونيش في اللايكات، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. حاجتي بالخبره، حاجتي انا بالخبره، وان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش لايكات كتير وسبسكرايب، وان شاء الله باذن الله كل حاجه انتوا عايزينها انا هعملها لكم. جربوها وباذن الله مستنيه منكم دعوه. بألف سلامه.